طيب الجزء الثاني، الحاجات بقى اللي حصلت عند الشركة والمفروض تتصلح. فبيقول لي كده ريكون سيلينج ايتم بير بوك ار ذا فولو. حلو، بير بوك يعني ده في الدفاتر بتاعت الشركة. ايه بقى اللي حصل؟ بص يا سيدي بقى، ستيب 1 اذر ديبوزيتس بلس. هو هنا طبعا عشان ده مثال بيشرح الاكسرسايز، مش هيبقى فيه الشرح ده، بس اتس اوكي. بيقول لي كده ان ريكوردد الكترونيك ريسيبت فروم كاستمر اون اكونت اون ابريل 9 ديترماين فروم بانك ستيتمنت. يعني ايه؟ يعني الشركه ما سجلتش كان في حد من الكاستمر عمل لنا ايداع اونلاين واحنا ما خدناش بالنا، ما عرفناش. عرفنا بقى امتى؟ لما البنك ستيتمنت جت لنا. يبقى مين اللي غلط هنا يا اولاد؟ الشركه هي اللي غلطت هنا، هي اللي ما سجلتش الفلوس دي، صح كده؟ اللي هو 1035. فعشان كده الشركه هتقوم واخده الكلام ده وهتروح عند الشركه، لو الجزء الثاني اهو صح؟ كاش بالانس بير بوك اللي احنا قلنا عليه 11709.45. اول حاجه الاد الكترونيك فاند ترانسفير ريسيف، او ممكن على طول اكتب اي اف تي، مش مهم بقى القصه دي كلها، اللي هو الكترونيك فاند ترانسفير دي 1035 تتضاف. ليه تتضاف؟ عشان الكاستمر ده راح عمل لنا الايداع ده اونلاين في البنك، فهو اتسجل في البنك، بس ما تسجلش عندنا احنا في الشركه، يبقى لازم نسجل. طيب نروح بعد كده لتاني غلطه الشركه عملتها. other payment بيقول لنا كده the electronic payment on April 3 and were previously recorded by the company when they initiated unrecorded charge determined from the bank statement as the follow. طيب نمشي بقى واحدة واحدة. كل الحاجات اللي جاية دي هي اتخصمت من حسابنا والبنك فعلا خصمها، اوكي، بس الشركة ما سجلتهاش. نقراها تاني مع بعض كده. The electronic payments on April 3 and 7 were previously recorded by the company when they were initiated. Unrecorded charge determined from the bank statement are the full. ومدينا بقى returned NSF stands for NSF اللي هو non-sufficient fund. يعني احنا كنا بعتنا شيك عشان يتحصل وما تحصلش، احنا كنا ضفناه عندنا وعشان هو ما تحصلش ما تضافش في حساب البنك، يبقى لازم يتخصم من عندنا تاني، اللي هو 425.6. debit and credit card fees on April 30 ده اللي هو الفيز تشارج اللي البنك بياخدها مننا عشان عامل للشركه حاجه اسمها debit وكريدت كارد. اي debit وكريدت كارد بيبقى عليه مصاريف بتتخصم من حسابنا على طول، اللي هي $120. bank service charge on April 30 دي مصاريف الحساب بقى نفسه $30. يبقى الثلاثة دول كده كلهم يا ولاد هنروح ولس اهو، هبدا اقول له نون سفيشنت فاند دي، احنا بنتكلم في الحتة اللي تحت اللي هي لس نون سفيشنت فاند، احنا كنا عملنا ده من شوية خلاص، ده لسه ده ما جلنالوش 36 دي، ماشي. نون سفيشنت فاند ب 425.6، ديبت اند كريدت كارد 120، وبنك سيرفيس تشارج 30. ادي التلات حاجات اللي هيتخصموا من عندنا. طيب تاني ليه دول هيتخصموا؟ نون سفيشنت فاند تشيك ده عشان شيك احنا كنا بعتناه يتحصل، وطالما بعتناه يتحصل فاحنا افترضنا انه اتضاف لحسابنا وده مش مظبوط. الشيك ما اتحصلش يبقى لازم يتخصم من حسابنا. ديبت اند كريدت كارد فيز اللي هي مصاريف الكريدت والديبت كارد اللي هي 120، بنك سيرفيس تشارج 30. دول كده اللي هم تمام الحاجات اللي هتتخصم. طيب نروح ل اخر حاجه بيقول لنا ستيب 3 كومباني ايرور التشيك نمبر 443 was correctly written by gray for 1226 was correctly paid the bank on April 12. However, it was recorded ب 1226 on كذا. خلي بالكم. المفروض ان احنا عندنا شيك، الشيك ده الصح انه ب 1226. صح كده؟ تمام. الشيك ده was correctly paid، يعني احنا المفروض ندفعه لحد.
تمام كده؟ طيب ايه اللي حصل؟ احنا لما جينا نسجل الشيك عندنا سجلناه ب 1262، يعني شيك المفروض ندفعه ب 1226 احنا كتبناه عندنا انه اتدفع ب 1226، يعني احنا خصمنا من الحساب بتاعنا في طبعا جوه الشركه، الغلط ده حصل جوه الشركه، الفرق بين الرقمين دول اتخصم بالزياده، صح كده؟ وده غلط، عشان نصلحه نعمل ايه؟ اتخصم بالزياده يبقى لازم نرجع نضيفه طبعا لان هو اتخصم بالزياده. فالفرق بين الاثنين دول 1262 و1226، صح كده؟ الفرق اللي هو 36 دولار. ال 36 دولار دول اللي احنا هنخصمهم، سوري هنضيفهم هنا، اللي هو Error in Recording Check Number 443. تمام؟ لما نعمل ده كده يظهر عندنا في الاخر ان التو بالانسز قد بعض. هدي لكم بس فرصه تنقلوا كده، تمام؟ وهرجع لكم حالا يعني. ايه يا ولاد، افتح بس السبيكر عشان لو في اي اسئلة. ده قدامنا كده الحل هنتناقش فيه قبل ما نروح نحل حاجة من الكتاب. اتفضل. انا مش فاهمة اخر واحدة اللي هي ايه؟ اللي هي ستيب 3 اللي هي 36 دي. ستيب 3، ايوة اخر واحدة اللي هي بتاعت التشيك نمبر 443. ماشي، بص يا بنت، الشركة هنا بيقول لي ان في شيك، الشيك ده احنا هندفعه لحد، فاحنا كتبنا الشيك ب 1226 واديناه للكاستمر بتاعنا عشان يحرز فلوسه من البنك، يبقى هو اكشولي طلب 1226 كده، يعني المفروض رصيدنا اللي في البنك يقل ب 1226، صح كده؟ يقل بتاعنا بقى لما جه سجله ب 1262، واخده بالك؟ يعني خصم من حسابنا اكتر من اللازم، المحاسب عندنا في الشركه ملوش علاقه بالبنك ده، لان البنك ما غلطش هنا، صح؟ يبقى هنا في غلط ولا مفيش غلط؟ صح، في غلط. أيوة. الغلط ده بكام؟ الفرق بينهم، هو الفرق بينهم، الفرق بينهم ده اتخصم مننا بالزياده، يعني احنا خصمنا اكتر من اللازم. عشان نصلح بقى الفرق ده نعمل ايه؟ نضيف ولا نخصم؟ المفروض هنضيف بس كده، واحنا عملنا كده فعلا. لما نروح بقى كده اهو، صح، فكاتب اهو اد ريكوردنج تشيك رقم 443 ب 36. تمام، صح. ميرسي. لما خدنا بقى الكلام كله طلع لنا التو بالانسز قد بعض، ده قد ده بالظبط. تمام، شكرا. دكتور الفرق 34 ايه؟ الفرق كام؟ الفرق 34. لا مش 34، 36. انا ده الكتاب، انا ماني اصلا يعني. ده الكتاب بس نشوف الفرق يعني، شوفوا لي في حاله. ما هو في ناس ايه برضو بيتفلسفوا في حاجات. 1200 ناقص 1226، 36 يا بنتي. ماشي، في سؤال تاني؟ سهل الموضوع؟ تمام يا دكتور. في ناس رفعت؟ دكتور اتفضلي. دكتور هو احنا ازاي عرفنا انه ما ال second step هنحطها في ال balance per bank ولا ال balance per book؟ ده سؤال حلو. هو اولا في الاستريشن هنا، ماشي، هنا في الاكزامبل ده هو محدد ايه الحاجات اللي هتتحط في ال balance per bank اللي هم ال 3 steps دول، صح كده؟ اللي قدام ديبوزيت ان ترانزيت واوتستاندينج ولو في بنك ايرور، ده هو اللي محدد في الاكسرسايز. ماشي، الثانيه بقى 1 و 2 3 هو كاتب كده ان دي ريكونفيرم او بير بوك، يعني الحاجات دي المفروض هتتحط في البوك.
بس احنا لما هنيجي نحل اكسرسايز دلوقتي هو مش هيحدد لنا، فاللي هيحدد الترانزاكشن نفسها اللي بتقريها، هتعرفي مين اللي غلط مين الصح مين الغلط وهكذا كده. تمام مظبوط. طيب. هو هنا بيعودنا الاول على ان هو فاصل الاثنين عن بعض. اوكي اوكي سؤال كمان. طيب يا دكتور عندي سؤال معلش. اتفضل. لو الفرق لو انا مسجل الرقم لو انا مسجل الرقم باقل من الرقم بتاعه ساعتها بحسبها بالنيجاتيف عندي ولا حسب الرقم, الرقم هو ايه؟ هو الرقم بقى ماشي اقل من الرقم بتاعه اكتر ماشي. يبقى الرقم ده لو هو شيك بيتخصم يبقى هيتخصم، لان انت يعني انت حاطط رقم بالناقص اقل من اللازم صح كده؟ يبقى هتكمل ناقص عادي. لو انت حاطط رقم زائد اقل من اللازم يبقى لا هتضيف. حسب الشيك هو ايه ليك ولا عليك، يعني حسب الوردز بتاعت الترانزاكشن نفسها بتقول ايه. اتفضل حسام. اتفضل يا حسام. اسال خلاص انت انت فاهم. سلمى. سلمى ايوه اتفضلي. لا انا كنت رافع ايدي من ساعه ما كنت بقول لحضرتك على موضوع ال طيب تمام. لا تمام اوكي نزلني خلاص. انا في سؤال تاني؟ طيب. لا تمام. طيب تعالوا نروح بقى للكتاب كده. انا برضو هشتغل من الكتاب البي دي اف وانتوا هتشتغلوا هديلكم اكسرسايز بالكتاب بتاعكم العادي. انا هخرج بس اروح اجيب الكتاب البي دي اف عشان يظهر قدامي. هو انا بسجل لكم المحاضره وفي نهايه المحاضره يعني هقولها على هبعتها لكم على طول ان شاء الله. انا بس بفتح الكتاب.
انا معاك، بس بفتح الكتاب وبفتح الحل بتاعه عشان يبقى حل قدام. يا أولاد ده كده معاكم؟ كده سامعيني؟ كده سامعيني؟ أيوة يا دكتور. هناخد بقى من الكتاب البي دي اف اللي هو قدامكم كده، بس بعد بكره هتصوروا الاكسرسايز ده اللي هو بروبلم. ده عندكم هيبقى برضه تقريبا بروبلم 4، يعني بروبلم A 3A، صح؟ صوروا الجزء ده كده. بروبلم 3A وهنكمله في الصفحة اللي بعديها. كله مايكاتكو يا جماعة. دكتور السؤال ده موجود في الكتاب؟ اه بروبلم 4، بس ممكن الأرقام تبقى متغيرة، فاحنا هنحل ده وانتوا هتحلوا أسايمنت في الكتاب عندكم، هيبقى بروبلم 4 8-4 يعني. تمام؟ بس عشان انا هحل من ده عشان ده البي دي اف اللي قدامي ونطلع الحل بتاعه بقى. طيب هنعمل نفس الكلام، الحل بتاعنا هيبقى في نفس الكلام. تمام؟ ان احنا هنعمل كاش بالانس في البنك ثلاث اربع سطور فاضيين. تمام؟ وبعدين كاش بالانس زي المره اللي فاتت دي. تعالوا بقى نبدا كده. بيقول لنا كده on May 31 احنا طبعا هنبدا بالبنك الاول ده. دكتور بعدين حضرتك تقفل المايكات بس. حاضر. اوكي. طيب بيقول لنا كده هنا on May 31 2017 repair company had cash balance pair book 6781.5. ده كاش بالانس بير بوك. طيب و ذا بالانس بنك ستيتمنت فروم يورك ستيت بنك. تمام؟ اللي هو ده كاش بالانس بير بنك ب 6404.6. بيقول لنا ان في شويه حاجات خلت ان الكلام ده تمام يحصل فيه اختلاف بين الاثنين. طيب احنا الاول هندور على الحاجات بتاعت البنك. الحاجات بتاعت البنك هم ثلاث حاجات بالظبط عشان نخلص منها. اول حاجه Deposit in transit, outstanding checks, وايرور لو البنك عامل ايرور، صح كده؟ طيب نيجي الرقم واحد كده اللي هي قدامنا بالظبط، يقول لنا ايه؟ رقم 1 The statement include debit memo 40 for the printing of additional company check. ده حاجه البنك عملها، يبقى البنك عملها صح، يبقى تصلح عند الشركه. واحنا دلوقتي بادئين بالبنك، يبقى هنسيب دي دلوقتي لما نيجي للشركه. تمام؟ لان احنا بادئين. انا هديلكم بس احنا دايما هنغير كده نيو شير
ده الإجابة. أنتوا كده شايفين كده أنتوا كده شايفين الإجابة مش كده يا شباب؟ أيوة شايفينها. تمام، دي الإجابة في الآخر اللي هتطلع لنا، ده الكاش بالانس بير بانك اللي هو 6404.6 زي ما كان مكتوب من شوية. طيب مش كده، هنسيب سطرين ثلاثة فاضيين وبعدين أقوم كاتب تمام كاش بالانس بير إيه بير بوك، بس نخلينا واحدة واحدة الأول كده. طيب ناخد الأول إيه الحاجات اللي حصلت عند البنك. فبيقول لي كاش سيل ب 836 تمام اون كذا وير ديبوزيتس ان ذا بانك، يبقى دي ديبوزيت. ذا كاش ريسيبت جورنال انتري كاش ذا ديبوزيت سليبس وير incorrectly made 886. يا دكتور نعم معلش هاتي يا دكتور المسألة نفسها مش الإجابة. طيب أوكي. عشان نقرأ مع حضرتك. حاضر. كده المسألة نفسها واضحة؟ أيوه صح تمام كده ماشي. كاش سيلز 863 و15 on May 12 were deposits in the bank. ماشي، الشركة عملت شوية كاش سيلز وبعتتهم البنك، وده ما في مش دي مش ديبوزيت ان ترانزيت، دي كاش سيلز واتبعتت للبنك ب 8 3 6 و 15. ذا كاش ريسيت جورنال انتري هاد ذا ديبوزيتس وير انكوركتلي، يعني الشركة عملت حاجة غلط اللي هو 8 8 كتبت الرقم ب 8 8 6. المهم ان ده عند الشركة مش عند البنك. حلو كده؟ بيقول ذا بانك كريدت ريبير كومباني فور ذا كوركت اماونت، يعني البنك عامل الكوركت اماونت بس الشركه هي اللي مش عامله الصح لما نيجي للشركه. طيب ثلاثة outstanding checks at May 31 total كذا وديبوزيت. دكتور الصوت مش واضح، ممكن تقفل المايك؟ عايز سوري الصوت مش واضح. هو المفروض انا اقفل المايك. الصوت مش كده واضح؟ كده الصوت واضح؟ بيقطع شويه. طيب كده الصوت واضح؟ جامد. تمام يا دكتور اه واضح. طيب اول حاجه تخصنا عند البنك اهو اللي هو outstanding checks بكام؟ ب 5 ب 576.25 و deposit in transit ب 2000 مش كده؟ 416.15 صح؟ الحاجتين دول يخصوا البنك فعلا. يبقى احنا هنروح عند البنك ونكتب ونبدا نكتب الحاجتين. طبعا هنعمل add deposit in transit و minus outstanding checks. هغير كده لما هنروح عند البنك في الاجابه اهو كاش بالانس بكام؟ 6404.6 اد، وطبعا عشان ما تلخبطوش المشكله اد ولاس دي يبقوا منفصلين عن بعض نكتب الارقام بوزيتيف وماينس وخلاص. ديبوزيت ان ترانزيت دي تمام 2600 2416.15 ده اد ماشي. و outstanding checks اللي انا بهايلايتد عليها اهو تمام اللي هي دي outstanding checks ب ماينس ب 576.25 دي الحاجتين اللي لغايه دلوقتي حصلوا عند البنك عملتهم عند البنك. طيب فاضل ايرور، ادور بقى في بقيه الاكسرسايز تمام. هل البنك عمل ايرور ولا لا؟ اقوله برده نيو شير وندخل على الكتاب. فبيقول لي هنا هنا رقم 7 on May 31 the bank statement، لا مش 7 نشوف رقم كام هنا رقم 3 4 on May 18 the company issued the check رقم كذا ب 685 to Linda Carrison on account the check was cleared the bank in May كذا was incorrectly journalized and posted by Roper كذا. طيب ده كده الغلط اللي حصل عند البنك. تاني بيقول لنا هنا في رقم 4 البنك هنا عمل حاجة غلط. ايه هي الحاجة الغلط اللي عملها اللي هي رقم مش 4 لا 4 دي عند الشركة برضه رقم 6 بيقول لنا كده including with the canceled check was a check issued by كذا to Ted Gress ب 800 that was incorrectly charged to Roper by the bank. طيب
نقف هنا عند رقم 6 ونشرحها يعني ايه اللي انا عملت عليها هايلايتد دي، نقراها كده مع بعض. ده ايرور عند البنك. طيب بيقول لنا كده included، طبعا ده بيقصد included دي معناها اللي هو البنك ستيتمنت، included with the canceled check was a check issued by Steiner Company to Ted Gress for 800 that was incorrectly charged to Ripper Company by the bank. يعني ايه؟ البنك هنا عمل حاجه غلط. ايه هي؟ ان كان في شيك المفروض يتخصم من حساب شركه اسمها تمام Steiner Company تمام، والشيك ده يدفع لشركه ثانيه خالص اسمها تيد جريس. حلو، البنك بدل ما يخصم من الشركه اللي اسمها Steiner Company خصم من شركتنا احنا، فطالما خصم من شركتنا احنا يعني ظهر عندنا في البنك ستيتمنت غلط البنك عمله. ايه هو؟ ان نقص البالانس بتاعنا ب 800. تاني في شيك ب 800 دولار ده عند البنك مش عندنا خالص، المفروض ان الشيك ده كان يتخصم من حساب شركه اسمها Steiner، خصموا مننا احنا، يبقى البنك هنا عمل حاجه غلط. ايه هو؟ ان خصم من حسابنا بدون داعي. احنا بقى نعمل ايه؟ نصلح ده. نصلحها عندنا ولا عند البنك ستيتمنت؟ اكيد هنصلحها عند البنك ستيتمنت لان مش احنا اللي عملنا ده الغلط، صح كده؟ طالما اتخصم من حسابنا بدون داعي تمام، يبقى المفروض تمام نرجع الفلوس دي تاني لحسابنا. فعشان كده انا في الاجابه رحت عامل ايه؟ في الاجابه هنا رحت عامل كده بنك ايرور Steiner تشيك بكام؟ ب 800 اد. ليه اد يا اولاد؟ تمام؟ عشان البنك خصم من حسابنا بدون وجه حق، من غير الفلوس اللي كانت تتخصم دي كانت المفروض تتخصم من شركه اسمها Steiner، خصمها مننا احنا. فيبقى احنا لازم نرجع الفلوس لحسابنا تاني اللي هو 800. يبقى الحاجات اللي اتصلحت عند الشركه او عند البنك اسف ثلاث حاجات. ديبوزيت ان ترانزيت لازم هتزيد. الرقم اللي اتخصم، الشيك اللي اتخصم من حسابنا من غير داعي اللي هو 800، يبقى الاثنين مع بعض بكذا، وبعدين اوت ستاندنج تشيك. يبقى معنى كده البالانس اللي طلع مظبوط عند الشركه عند كشف الحساب اللي جاي لنا من البنك واحنا صلحناه المفروض يطلع 9044.5. يعني الادجستد كاش بالانس بير بنك يطلع 9044.5. يجي بقى الدور دلوقتي على الشركه، صح كده؟ هنبدا بقى نرجع للاكسرسايز تاني بعد ما نخلص ده، ونروح لايه الحاجات اللي المفروض الشركه تصلحها عندها اللي هي هتبدا دي كاش بالانس بير بوك. احنا هنبدا دلوقتي بالجزء ده اللي هو كاش بالانس بير بوك. فالكاش بالانس بير بوك كان بيقول لي في الاكسرسايز اللي احنا شفناه من شويه كان 6781.5. ونبدا بقى نشوف هيحصل ايه مع القصه دي. احنا واقفين هنا يا اولاد عند ال 681.5 دي تمام، ده كاش بالانس اللي هو بير بوك. ايه بقى الحاجات اللي المفروض الشركه تصلحها؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي حالا تمام، بس عشان البروجرام هيقفل بعد دقيقه فاحنا هناخد الدقيقه دي، هناخد الدقيقه دي هناخدها بريك يعني عشان البروجرام هيقفل وهنفتحه تاني. احنا هنبدا عند الشركه دلوقتي اللي هو كاش بالانس بير بوك 6781.5 تمام. هنرجع للشركه بقى. هديلكوا بس البريك الدقيقة ولا الدقيقتين دول، البروجرام هيقفل وهنفتحه تاني.